السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بألف خير يا ربي وصحة جيدة إن شاء الله. اليوم فيديو جديد سريع خفيف ظريف، كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم يا ربي. اليوم بغيت نقول لكم ونتقاسم معكم واحد الوصفة اللي هي كنديرها أنا شخصيا من بعد ما ولدت بنتي، والحمد لله مداومة عليها وكتعطيني نتيجة رائعة اللي مخلياني أنني مرتاحة نفسيا ما هزاش الهم. وبزاف ديال البنات اللي كتكون عندهم مشكلة في المنطقة ديال البطن اللي هي الصراحة، أو حتى المتزوجات من بعد الولادة، وهذا لأن أنا كنت كنعاني من هذا الشيء من بعد ما تزوجت. فالحمد لله حاليا مرتاحة جدا ويعني وعطتني نتيجة اللي هي رائعة، والحمد لله قلت علاش لا ما نتقاسمهاش معكم في أول بداياتي في الفيديوهات، لأنها فعلا وصفة رائعة وعلى حسابي، وكنتمنى تجربوها وتعطوني النتيجة اللي هي اللي خصكم تداوموا عليها. مهم هذا غادي نشرحه لكم من بعد من هذا، وصافي نخليكم مع الفيديو بس ما نطولش عليكم. وشكرا على الدعم ديالكم، وكنتمنى انكم تنشروا هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم اللي هما اللي تقدروا يفيدوا من الفيديو علاش لا. وشكرا لكم بزاف، وخليوا لي لايك وكملوا الفيديو حتى الاخر. شكرا، نبداو على بركه الله. مهم بعدا نقول لكم المكونات ديال الوصفه. عندنا هنايا نص كافي اللي كلشي كيعرفها، عندنا هنايا نص حامضه وكاس ديال الماء، وطبيعه الحال غادي نحتاجو كاس ديال الماء دافي. انا بغيت ندير لكم هذا المقدار، هذا هو كوب، وانتم تقدروا ديروا اي كوب عندكم يعني شايفينه مناسب، يعني ماشي دوك الكوب الكبار، يعني بهذا الحجم. هذا اول حاجه، منين تفيقي الصباح ان شاء الله بصحه وسلامه غادي تشربي اقل شيء كاس ديال الماء بحراره الغرفه، يعني في المثل تحطي عند راسك ومنين تفيقي الصباح كي تحلي عينيك تشربي كاس ديال الماء يكون شبري، يعني اقل شيء. وانتي شحال ما قديتي تشربي ديال الماء يكون يستحسن، لان الماء الصباح صحي وعليه فوائد عظيمه، يعني كينظف الجسم من السموم ومن بزاف ديال الحوايج، تيسهل البطن ويلينها، يعني بزاف ديال الحوايج الماء في الصباح مفيد وصحي. كنجيبو الماء دافي، ها هو. لا قبل حاجه كنديرو جوج معالق ديال نسكافي اللي هي سريعه الذوبان. كنجيبو الماء دافي، كتعمري الكاس ديالك بحال هذا الشكل هذا، وهذه الطريقه اللي كندير انا، يعني كل صباح عادي هكا كندير. كتجيبي هذا النص حامضه كتعصري هكا على الكاس ديالك فقط، ماشي كلها، مو نقولي نص حامضه، نص حامضه يعني مو ماشي غير شي عصيرات بحال هكا. صافي كتحركي لا سكر لا والو، بطبيعه الحال كتحركي بحال هكا وتخليها غير تبرد شويه، وكتشربيها دافيه. من بعد ما كتشربي الماء هذا كتنوضي، يعني هذا كتكون كيكون عند راسك، كتفيقي كتهبطي كتشربي هذا على الريق، يعني من بعد ما كتشربي الماء كتشربي هذا الكاس ديال القهوه هذا على الريق. صافي من كديري كتشربي هذا كيسد لك الشهيه، هذه اول حاجه، يعني كتاجلي الموعد ديال الفطور، يعني مثلا مع ديك 12 الوحده ممكن كيسد لك الشهيه. من بعد صافي ملي كيجيك الجوع صافي كتغدي عادي، كتاكلي داكشي ديالك عادي اللي موالفه كتاكلي، غير هو حاولي تقطعي العشاء، يعني ماشي تقطعيه، كولي حوايج مفيده، يعني بحال بالخضرة شلاضه خيار مطيشه شي حاجه اللي هي خفيفه. صافي منين كتاكلي هادشي يعني الغداء حاولي تقطعي المعجنات لي بات كل يوم، ولكن مره مره يعني ماشي دائما. حاولي تدخلي في ماكلتك الخضروات اللي هي مفيده جدا جدا وعظيمه، يعني كتساعد تايا في تخفيف الوزن وفي النشاط. كمان الا ما كتقدريش ديري الرياضه حتى هو من يستحسن انك ديري الرياضه. ومهم هذا هو الاساس ديال الوصفه اللي انا معتمده عليها، وتمنيت صراحه نوريكم كي كنت وكي وليت، ولكن الظروف اللي ما كتساعدش، والناس اللي كيعرفوني قرابين مني وشايفيني مباشره راهم عارفين هذا الشيء.
وعارفين ملي انا ما عنديش يعني ما عنديش يعني تنوقف ما حتى حاجه ما باينه، مع انني والده وبزاف ديال الحوايج، وكنتمنى ان تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. شكرا، نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ترى ترى كام هير سي هاي سي هاي هاي يس سي هاي ذا كاميرا هاي 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 يس yes.